صباح الخير أو مساء الخير يا برج الأسد في القراءة العاطفية. طب نبدأ الأول بالطاقة العامة. سوري عندي يعني برشات برد كده، برد الصيف اللطيف. فهنبدأ بالطاقة العامة. أنت تخلصت من آلام الماضي بالظبط، وفي نهاية الطريق، هو في بداية الطريق، هي الكارما كده، دي الكارما. الكارما إن أنا أبدأ أفوق أنت تتعب، خلاص تاخد جزاتك بقى. فأنت الآن في ثوبك الجديد وبتتخلص من آلام الماضي وبالظبط كده، وبتحتفل وشايف الحياة وردي والحياة جميلة وإيه يعني، وست هو ما حصلش حاجة، مش ماشي بعمل زي العبيطة وكل الكلام ده. ده برج الأسد، سواء ست أو راجل، ده برج الأسد أصلا، يعني مش حاجة جديدة على برج الأسد. فبالظبط أنت بص مختلفين خالص. ده واحد مش عارف يمشي، مش عارف يرجع العلاقة ولا يمشي ولا يروح ولا فين، وانت واحد بالظبط مديله الطناش. ممكن يكون بالظبط شايفك بتحتفل وفرحان قوي، ففكرة ان انا مش مقصر عندك، ده مش بعرف ينام. فكرة ايه ده، نسيني بالسرعة دي؟ ممكن تكون ما نسيتوش ولا حاجة. انت تشعر بان كان في غمة على قلبك، ان في حاجة تقيلة قوي اللي هو يا اخيرا، وكنت الام الماضي كانت مأثرة عليك قوي، فقلت بلاها بقى، بلا الام ماضي بلا الام الحاضر، انا هحتفل وابص لنفسي وادلع نفسي واحضن في الناس. بالظبط انت تقدمت للامام وهو مازال في واقف في طريقه. طيب الغريب بقى يا برج الاسد، ان هذا الشخص لو كان تركك ورحل لطرف اخر، والطرف الاخر ده قال له الوداع باي باي، فهو يراك كل شيء جميل في الحياة. مش عارفة اوصف لك ازاي، كارتين اجمل من بعض يعني. عارف مش شايفك مثلا حد وحش، لا، ده شايفك انت النعيم، انت الكمال ولا غيرك كمال. شعر بقى، شعر يا برج الاسد. شايفك انك انت نفس الكوباية، لو خذلك فهو شافك دلوقتي انت حاليا بالظبط، هي الكارما. فاء من حاجة هو عملها غلط، شايفك انت نفس الكوباية اللي معاه بالظبط. والتين اوف بانتكلز، لو بنت الزوجة، ولو راجل الزوج المثالي. لو راح لطرف ثالث لا تقلق، فهو يأخذ القرمة الآن. مية مية، كله في الجون، زعلش ولا حاجة، كله في الجون. انت انا عايزك تنبسط قوي قوي بقى، ما تحطش في بالك، لانه حاليا شايفك مية، وشايفك ان انت مبسوط كمان وعندك كل حاجه، انت عندك كل حاجه، وشخص جميل، شايفك شخص جميل قوي قوي قوي، العلاقه المثاليه، شخص اللي انا كنت ممكن بالظبط بيت، اعمل بيت اتزوجها او ان انا ابقى مراته كده يعني. ومع ذلك انت ترى ايه بقى، انت ترى شخص نمرود. بص بقى، ده الكلمه اللي انا استوحيتها من الكارتين دول. من هو الشخص النمرود يا برج الاسد؟ شخص النمرود هو الشخص اللي تقدم له السبت ما تلاقيش منه حد، بس كده. الشخص اللي دايما، بص انا هجيبها لك من الاخر، شخص تجيب له يبقى قدامه كل حاجه ويبص الناحيه التانيه، عينه زايغه معاه اجمل واحده ويروح يصاحب عليها، معاها راجل مية مية، مغرقها هدايا، مغرقها حنان، مغرقها حب، مغرقها كل حاجة، ومع ذلك بتخون. شخص بص كام كوباية قدامه وفي كوباية رابعة كمان ومش راضي، مش راضي عن اي حاجة. انت شايفه كده، شخص شايفه شخص نمرودي. يعني ايه نمرود؟ يعني كل حاجة قدامك ومع ذلك بتبص في طريق غلط. اعتقد ان هو فعلا عينه زاغت على حد تاني، بس ايه، ما تقدرش نكملها حاجة تانية، لانه باصص الناحية التانية. هو كيك فوندس ماشي، هو كينج، هو شخص هو طموح قوي، اوكي خلينا متفقين على ذلك، طموح قوي. فانت شايف انه طموح، بس طموح في ايه؟ مش في كل حاجة، ما هو الطموح ده بيتوقف عند حاجة معينة. انا لقيت شخص مناسب، اطمح ان انا اجيب ازيد، اطمح ان انا اجيب حد احسن منه، لا هنا نقف، هنا نعمل ستوب. فانت شايف ان هو شخص طموح، ولكن في العلاقه معاك ما كانش العلاقه فيها اربع ثلاث كوبايات وانا جايب الرابعه، يعني كنت بتجيب له كل حاجه، ومع ذلك ترك العلاقه، ومع ذلك رحل. بس
خلاص يا سيدي انا عملت لك كل ما يعني انت هو شايفك فعلا، انت شايفك فعلا انت شخص جميل جدا، شخص كامل كامل، لان انت كنت، انت كنت بتشتغل في العلاقه دي جامد قوي الظاهر يعني، كنت معايشه في اللي هو انا بحبك وهفضل احبك وهفضل جنبك ومع ذلك بص شكله بصباصي يعني، بص 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 تلاقي في واحده واقفه هناك. فقلت له طب يا عم شكرا قوي مسي، ده انا انا ده انا الكوين اوف وندرز، ده انا هوريك انت عارف انا مين. الوش ده هو ما كانش شايفه على فكره، انت كنت موريه وش تاني. برج الاسد لما بيحب مش عامل زي برج الجوزاء كده شويه يعني، في ايه بقى عنده وش بيزير وقت ما يحب يقلب ووش تاني ما يحب، حب بقى كده بنفسه بشخصه. الوش اللي انت طلعت له في اخر العلاقه قلت له طيب انا هوريك، انا تبص لواحده غيري طب خد بقى شوف شفت انا مين. طبعا مش لازم ست، ممكن يبقى راجل يعني، واحده بصت لحد تاني كويس، ده انا ده انا بصي ده انا فظيع ده انا ملك يا بنتي. فقلت له سبت العلاقه ومشيت هفن بقى مع اصحابنا. طيب ايه الخطوه اللي نفسه ياخدها؟ إيه النقطه دي بالتحديد يا جماعه مش لازم يعني تحصل، بس هو نفسه في دماغه ياخدها. القراءات دي في ناس كتير تقول مرجعش مش عارف ايه اللي بيحصل، ان هي احنا بناخد طاقه البني ادم، طاقته في ايه؟ طاقته ان نفسه يقول لي بحبك، بس الشعر ده هو مش عايز يقول بحبك بس نفسه يقول بحبك، فان انا اعرف مشاعره وكان شايفني ازاي ونفسه يقول لي ايه مش لازم تتحقق، ولكن المشاعر موجوده ولو ندم موجود ولو فراق موجود. بس ايه دي النقطه اللي انا عايز اوصلها للناس، بتقول اصله ما رجعش اصله ما كلمش. بس اوكي الخطوه نفسي اقول بص ده نفسه يقول لك بحبك وحشتني وكل الكلام اللي انت عايز تسمعه في الحب، هو نفسه يقوله. عايز يرتاح، بص اكتر من كده توضيح مش عارف، اكتر من كده توضيح مش عارف اوضح والله. شخص ما بينامش ما بينامش، نفسه ينام نفسه ينام، نفسه يستريح، نفسه يقول اللي جواه. الشخص ده عنده حاجه جواه نفسه يقولها ما بينامش ما بينام. ممكن يكون الشخص ده في سيناريو تالت كده للناس حبايبنا اللي هما ما كانوش في علاقه، كانوا في علاقه اعجاب مثلا، وكان بيقارن ما بينك وما بين حد تاني، وراح مع الحد التاني ده والحد التاني احنا عارفين عمل فيه ايه وما قالكيش بحبك، هو كان عارفك كده معرفه سطحيه، نفسه بقى يقولك بحبك، نفسه لو في علاقه نفسه يقولك سامحيني، دي طاقه تسامح. ممكن تسامحيني، ممكن تسامحيني لاني ما بنامش، دي الكارما، هو ما بينامش من الكارما. الشخص ده خان اعتقد، لان عدم النوم ده هي كارمة خيانة، ما بينامش ضميره بيأنبه ان الشخصية دي ازاي انا سبت حد كده. يبقى ما بصراحة يا جماعة يعني مش عارف اقول ايه يعني، في حد سيب حد كده، حد نفس الكوباية والعشرة بنت كنس، ايه اخي ده حزا الام قال له انت كافر يلا انت كافر مش معقولة، ده لو اعمى اعمى هيحس بالجمال ده، هيحس بالمشاعر الحلوة دي، ما فيش اكتر من 10 بنت بس ما فيش. فحرفيا حرفيا حرفيا يعني نفسه ينام، نفسه يقول لك سامحني انام بقى سامحيني وانا اسف. هو كاس الحب ما لا بعده كاس يعني، هو عنده طاقه، هي طاقه مائيه طبعا، عنده طاقه مائيه في مشاعر طبعا، الطاقه المائيه هي طاقه المشاعر يعني، فهو تعبان قوي قوي قوي. لو انتوا عايزين تعرفوا هو تعبان ولا لا فهو تعبان، لو ظهر لكم الوش ده لا 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 ده خدعة، انه يفعل الخدعة. الشخص ده مش كده، الشخص ده ما بينامش، بيحاول يغطي على الليلة دي كده عشان ما يبانش انه ضعيف بس. طيب انتوا ايه الخطوة اللي هتعملوها؟ الخطوة اللي انتوا هتعملوها هتستمروا في موقفكم انتوا بقى، انا زي ما قلت بالظبط، انتوا حاطين او مسيطرين العقل على العاطفة، على عكسه تماما، هو لاغي العقل خالص، دي مشاعر شخص لغي عقله بيفكر بقلب فقط، ولكن انتوا انت عملت واحد واثنين وثلاثة واربعة، بس انت كنت معاك في علاقة مقدمة لك عشرة قدمت لي واحد، فانتوا قافلين على مشاعركم حاليا جدا بالظبط، قافلين على مشاعركم ومغميين عينيكم كمان، يعني انت مش قافل على مشاعركم بس،
انت مغمي عينيك. مغمي عينيك عن ايه بقى؟ مغمي عينيك على انه ممكن يرجع. يعني هو لو رجع قال لك بحبك انت اكنك ما شفتيش المسج اصلا. لو كلمك مثلا على الواتساب قال لك ممكن بس تردي على اكني ما شفتش حاجه. طب لو قال لك بحبك ونرجع تقولي له بص تعالى بقى نتكلم بالعقل، اركن بس كلمه بحبك دي على جنب وتعالى قول لي بس انت عملت 1 و2 و3، انت تعبتني قوي، انت خليتني كده، انت خليتني في 3 سيوف في قلبي، عايز ايه اكتر من كده؟ طيب هو شايف العلاقه ازاي؟ طبعا شايف العلاقه طبعا بالعشرة بنت كنزيه يشوف ايه يعني. شايف العلاقه ان هي علاقه فيها الكينج اوف كابس. بصوا اس اوف كابس والكينج اوف كابس حاجه يعني خرافيه، والكينج اوف كابس هي علاقه ممكن يكون خطيب، يعني شخص يعني علاقه تتطور الى الزواج. ليه قلت كده؟ لان جاي بعديها الكينج اوف سورس، فيها العقل والعاطفه، فيها كل حاجه، فيها كل حاجه، فيها الاندفاع وفيها البطء، شخص بيجري على الحصان شخص واقف، فيها العقل وفيها العاطفه زي ما قلت لكم، فيها كل حاجه. انا بقول لكم اهو وانا ما اعرفش اي حاجه عن اللي انتوا كنتوا بتعملوه مع الشخص ده، انتوا ضحيتوا بكل حاجه، قدمتوا له كل حاجه. وانا عارفه برج الاسد ما بيحب بيحب بجد، فهو شايف فيها كل حاجه، فيها التهور وفيها الهدوء بالظبط، زي موج البحر كده، مره يعلى قوي ومره ينزل خالص ويهبط، فهو شايف كل حاجه من الاخر. فيعني الاثنين وانتوا الاثنين انتوا الاثنين كمان، يعني انتوا زي شخص هادي مقدم الحب وشخص مندفع وشخص مندفع، انتوا الاثنين اصلا يعني شخص متهور وشخص هادي كده، ولكن هو شايف فيها حب وفيها اندفاع على الاخر، يعني ممكن تتطور هذه العلاقه الى زواج من الاخر. طب انتوا شايفين العلاقه دي ازاي؟ طبعا انتوا شايفين هذه العلاقه كانت تنقصها العمل عليها بكل بساطه. هشرح، الشخص ده ما اشتغلش معاكم خالص على العلاقه دي خالص، وانتوا مليتوا، دول ناس يعني مش لاقيين مكان يقعدوا فيه، مش لاقيين حاجه تخليهم يدفوا كده ويقعدوا في مكان. اللي انتوا حسيتوه في العلاقه دي عدم امان بالظبط، انتوا حسيتوا بعدم الامان مع الشخص ده، يعني انا بحبك وعايزاك ومش شايفه منك ولا مبادره واحده بانك عايزني. انتم شعرتم في هذه العلاقه بعدم الثقه، بعدم الامان، بعدم الراحه، انتوا كنتوا مثلا تروحوا تناموا خايفين تصحوا تلاقوا مع واحده ثانيه كده على بلاط. هذا الشخص يعني خلال عندكم كمان نقص في الثقه مثلا. ايوه صح، لان انتوا حاليا يعني انتوا عايزين ترجعوا مجدكم، زي ما يكون خلاكم بقيتوا ضعاف الشخصيه، وانتوا مش كده، انتوا مش كده اصلا، انتوا انا مش ضعيفه الشخصيه، ايه اللي خلاني ابقى ضعيفه الشخصيه؟ انا كده يا ابني، انا كده، انا ملكه، انا واثقه في نفسي، انا طول عمري واثقه في نفسي، ازاي تخليني كده؟ فانتوا شايفين ان العلاقه دي خلتكم كده، خلتكم تشعروا بشعور اليتيم، شعور الفقد، دايما 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 حاسين كده. في علاقات تبقى في 2 مع بعض في نفس العلاقه، ولكن الطرف الاخر دايما شاعر بان الطرف اللي مش معاه اصلا، يعني ده اسم بس موجود على الموبايل حبيبي مثلا، مسجات ما بيننا عملت ايه النهارده، ازيك، بتاع، وحشتيني، بس وحشتيني جايه مش من جوه القلب بالظبط كده. فانتم شعرتم انكم كنتم الوحيدين اللي بتشتغلوا على هذه العلاقه من الاخر، انتوا اللي كنتوا عاملين كل الليله دي، انتوا اللي كنتوا بتقولوا بحبك، انتوا اللي كنتوا بتبداوا. برج الاسد برج ناري، ودايما يحب هو اللي يبدا، هو اللي يحب هو اللي دايما يعمل حاجه، لانه ويحب اللي معايا يبقى نشيط كده، خش معايا في المعركه، معركه الحب بقى يلا. مفيش، ما لقيتوش اي مبادره، كان تايه، كان مع واحده تانية، الله اعلم. اعتقد ان لو انتوا كنتوا في اول العلاقه فانتوا ما اكتشفتم طرف تالت، وانه كان بيعمل كل الحاجات اللي المفروض تتعمل معاكم مع الطرف التالت ده، فقلت له طب شكرا وقفلت الصفحه عليه. وهو دلوقتي دي كارما كده بالمختصر، كارما حقكم التالت ومتلت رجع، الشخص ده ما بينامش حرفيا، نفسه يقول بحبك،
نفسه يقول سامحيني، نفسه يقول تعالي ارجعي، مش عارف. وهو يعني هو كمان عمال يسيطر. بص يا برج الاسد، كمان في حاجة تانية بقى اكتشفتها، الشخص ده عمال يسيطر على مشاعره، في عنده مشاعر اندفاعية. ده عايز يجري عليك يقدم لك كاس الحب التاني، بالظبط، عايز يلحقك. هو حاسس ان انت انت فرحان قوي وقريب جدا هتتجوز. بص يعني حاسس ان انت دخلت في علاقة، هو شاكك على فكرة، لان انت سعيد قوي. يعني السعادة دي ما تجيش الا من علاقة حب جديدة مثلا، بس لا مش شرط، عايز يلحقك وعمال يقول لا اهدى كده، اهدى، لا اصبر بس، لا لحسن ترفضني، لحسن تكسفني، لحسن ما مش عارف. عشان كده ما بينامش من التفكير، نفسه يجي، عايز هيموت ويجي يا برج الاسد. ازاي انك قافل عليه ميه نور؟ ممكن تكون عامله بلوك كمان، عامله بلوك ولا ايه؟ مش عارف، عامله بلوك، عامله بلوك او ما بتردش على المسجات، حاجه زي كده. بس هو نفسه يجي قوي، نفسه يقول لك بحبك، ودي طاقه حلوه على فكره، مش وحشه. الشخص ده برج الاسد يعني اعتقد يعني ان هو عارف غلطه يعني، اوكي. بس في نصيحه ليك، والنصيحه بتقول لك ايه بقى؟ النصيحه بتقول لك بلاش تعمل كده. يعني ايه تعمل كده؟ بص يا برج الاسد، انت نفسك الشخص ده تنتقم منه، صح؟ صح، نفسك ان انت تاخد حقك، الشخص ده عمل فيك جرحك، ولو جالك تاني عشان كده هو خايف منك، انت هتمشيه كده زي الاتنين اللي هناك دول كده، واحد حاطط ايده على وشه بيعيط، والتاني ماشي بيقول شكرا قوي، عدينا السكلنتين من الاخر. اللي انت هتعمله ده ما هو الا انتصار ذات. انا عارفه ان برج الاسد كرامته فوق، ولكن ده انتصار ذات. الشخص ده شخص بينتصر انتصار ذات دايما. هقول لك ازاي. الناس دي ما حبتش، امال ايه اللي حصل؟ دول ساووا سيفهم ومشيوا، فده مسك السيف وضحك. انت بتضحك على ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ كده كده المعركة خسرانة، لان محدش حارب حد. امتى انتصر؟ لما المعركة تكون كسبان. ركز معايا بقى برج الاسد، بص الكارت اللي جايلك، انتصار حقيقي. يبقى النصيحة بتقولك ما تعملش كده. لما يجيلك الشخص ده ما ايه بقى؟ مش ما تجرحش، ما تعاتبش العتاب اللي هو العتاب اللي عارف لما تعاتب حد عتاب قوي قوي وملوش لازمة، يعني انت شخص مقرف وشتائم. لا لا لا، ابعد عن النقطة دي خالص. لما يجيلك يا برج الاسد، يا اما تسيبه خالص وما تكلمهوش، يا اما تكلمه وتبدأ معاه صفحة جديدة، حاجة من الاتنين. حلو؟ حلو. يبقى النصيحة بتقولك ايه؟ ارجوك حافظ على كرامتك، ده شخص مميز يا برج الاسد. كل الناس ماسكة عصيان عادية، وانت الوحيد اللي ماسك عصاية فيها طوق ورد، انت شخص مميز. فما تنزلش مستواك لحد، خلي دايما الناس هي اللي تبص فوق وانت ما تبص لهمش تحت، من الاخر الناس هي اللي تبص لك، فما تنزلش مستواك لحد. ما يجيلك هذا الشخص رد عليه رد عادي وخليك مميز. عارف هتبقى مميز ازاي؟ اقولك تبقى مميز ازاي؟ لما تكلمه باللغة دي، لغة العقل، وتقول له واحد اتنين تلاتة، احنا ما ننفعش لبعض، بكل هدوء. لكن التجريح غلط، ما تجرحش في حد يا برج الاسد، مش لمصلحتك. وان كنت عايز تعرف ان الشخص ده ايه، الشخص ده بيحبك، بيحبك قوي، اوكي. فلو الشخص ده جرحك برضو ليك كامل الحرية، ان كان هذا شخص ألمك ألم خلاك تشيل الهموم الدنيا وتمشي بيها، فدي طاقة تسامح. عايز تسامح سامح، مش عايز تسامح خلاص يا برج الاسد. ولكن الطاقة دي مش حلوة، ان دخلت فيها مش هتعرف تخرج، خليك دايما كده. ان عايز تسيب حد سيبه وامشي، ما تجرحش فيه بالطريقة دي، بس خليك دايما مميز. ده مميز، مميز في ايه؟ مميز في ان ملوش علاقة بحد، انت جاي من ماضي انا مش عايزك، خلاص يا عم روح لحالك. طيب نشوف لك اخر كارت كده يا برج الاسد، هل يعني الشخص ده عايز ايه بالظبط، او ممكن تسامحه ولا لا؟ برضو كنصيحة يعني، الشخص ده تسامحه ولا لا لو جالك؟ ف
في اي شهر من الشغل، يعني ممكن ما يجيش في 8 لانه تعبان جدا ومحتار وشايف الدنيا كلها سواد يعني. بصراحة مش هكدب عليك، عايزين نصيحة. بص خايف منك. الاسد اوف سوردس هو قرار، قرار، خد قرار. خد قرار بايه؟ خد قرار حازم. ان جاء ليك هذا الشخص يتاخد قرار زي ما قلت لك، اكمل وسامح، يمشي من سكات، ما جرحش، ما جرحش. اسف سردس، ما تجرحش فيه، ما تشتموش. هو تعبان على فكرة جدا، وبيظهر ليك مشاعر انه زي الفل، في تواصل قريب تقريبا، شكله هيعملها. خد قرار. والشخص ده مقدم عرض ولكن عرضه متوقف، ومن الاخر كده هو عايز يقدم لك عرض حقيقي. بص عرض مع الاسف بابسي يعني ليلة فل، فهو نفسه يقدم لك عرض حقيقي، فانت خد قرار، يا تقول له اقف في مكانك ومش عايزك تاني، يا تقول له تعالى اتفضل. بس انما هذه الطاقة، انت في الطاقة دي، بلاش الطاقة دي يا برج الاسف، بليز ارجوك. انت عمال تخطط الظهر ازاي تنتقم منه. وانا خايفة الشخصية دي هي حلوة ومدبرة وذاتية، ولكن الطاقة دي مش حلوة، قلقتني دلوقتي لما شفت النصيحة. الطاقة دي لو انت بتدبر التدبير ان ازاي انتقم، زحرق قلبه، لا لا لا، ابعد خالص، خليك كده، خليك كده يا برج الاسد، خليك كده، امشي من سكات او انك تفتح صفحة جديدة بكل بساطة. ولكن هذا الشخص بيحبك، ده اللي اقدر اقوله ليك. شكرا يا برج الاسد، واتمنى يا رب تكون القراءة عجبتكم، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات اي حاجة. شكرا ليك.